مزيان بخير عليك. اش الامور؟ برشا هذه هي بس هذه؟ المهم الوليده وصلت. علاش مارع؟ شنو عندها؟ مريضه راه ربي اللي عالم بها. شنو عندها؟ دخلت دوش قالت عندنا ضو ولا شي ولسيسات هنايا وبقات كتبدل اللون ديال البزوله ديالها وخفنا. باش عرفتي انت؟ هي اللي قالتها لي. وخاصنا نمشيو نشوفوها صاحبي، راه الشيء راه مستاجر هذا. خاصنا نمشيو عندها، ما عنديش كلمه نجيبها. صافي غدا ان شاء الله نتلاقاو هنايا ونمشيو انا وياك. اش بالك؟ صافي. ها ما خصك تشوف فيا مالك. علاش ما كتوقف ما كتحرك؟ انا ما تقولش هاد الهضره صاحبي كاع هي، واش ما بيناتنا صاحبي؟ هاد الحاله اللي انت اللي فيها راه حتى نقدروا نكونوا فيها. واش فهمتيني ولا ما فهمتيني؟ غدا ان شاء الله غادي نتلاقاو هنايا ونمشيو نشوفوها. صافي الله يخليك. صافي لا ماشي مشكل، لا ماشي مشكل. الله يرحم الوالدين، الله يرحم. واخا بك واخا، هاد البليد عندكم زوينة أنا ياسر. يلا نبطو. لا ما تهبل علي. شكون هذاك اللي معاك؟ هذاك الطبيب جاي يدير جاي يشوف امي. لا مال امي؟ امي عندها البزوله. الرب الرب هو الطبيب جبنا اخويا جابو من المدينه عنده الطوموبيل وانا دشيت كاويله جبت الشكار. وي ما تعطيش ما تحيديش حوايجك. علاش؟ قال لي خويا تحيدي الجلابه. هو ولدي ضروري يشوف باش يعرف. شوف امي بزوله. ايوا باش يشخص المرضى ولدي. تخلص امي. اولي اش دير؟ تخلص امي. لا ولدي ما تكونش هكا، اجي من داخلك، حيت دابا أنا بزولة عندي مريضة، الطبيب خاصو يشخص المرض، شدير أولي وحدي شدير، شدير؟ عندو زيكوتوف، زيد تفضل، تفضل سي طبيب، تفضل ها الوالدة. عاش لاباس عليك؟ لاباس أولدي. كيبقيتي شوية؟ مابقيتش أمي. حاجة كيبقيتي؟ الحمد لله ولدي. انا ما عندك حتى شي حاجه، خرجي ليا من هاد الخمه هادي وقدي لي راسك. واخا ولدي يلاه دابا نتقاد لي راسك، انا كنتسناك في الصالون. يلاه غنتبعك. هادشي انت ولكن مزيان منين جيت فهاد الوقيته هادي الحاجه، فهمتي؟ قول لي ولدي شنو هو الحاجه؟ ما عندك مناش تخافي، العلاج كاين، ولكن من الاحسن هو فاش جيت في هذا الوقت وشفت المرحله اللي عندك. هو البزوله ولات عندك بحال قصره الليمونه وكتسيل وفيها واحد ولاسس. واش هادشي بغيتي نسولك، واش هادشي عندكم في العائله؟ لا ولدي. ما كانش في الوالده ديالك؟ ما كانش في ما كان حتى شي واحد من هادشي؟ لا ولدي. الاخت ديالك؟ لا. لا دابا في هاد المرحله هادي ان شاء الله غادي تعالجي. كاينه واحد المؤسسه سميتها مؤسسه لاله سلمى اللي كتحارب السرطان الثدي، والحمد لله عندها نتائج كبيره بزاف. خاصك غير تزوري. ما نعطي والو اولدي؟ ما تعطيه حتى شي حاجه.
غادي يجي غادي يكشف عليك تما الطبيب الاختصاصي ديال هادشي، وان شاء الله تولي الصحه ديالك مزيان ووليداتك يكونوا معاك، فهمتي؟ ما خاصك تبقى تردي البال على راسك. ما تخلصو حتى شي حاجه، ما تخلصي حتى شي حاجه، والدواء كلشي حتى هو ما تخلصي حتى شي حاجه، هما كيتكلفوا به. الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم. ماشي مشكله، ماشي مشكله، ماشي مشكله. وغتولي تخدمي في المعمل. ايه هاو تشري لي حمار. شري لك الحمار. ليش الحمار الصندوق؟ يرضي عليك. شكرا. والله انا ياسر انصاب، شوف راه دابا المشكله تحل ان شاء الله في الضف الصباح بكري غندوز عندك بلا ما تدوز الباك، ونجي نهزك من هنا نديو صافي؟ صافي. والله انا ياسر انصاب.